السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة هورور بلاير. في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح الربح من موقع كونتي بلاي 2024. فهذا الموقع يقدم الربح عن طريق مشاهدة الإعلانات أو تخطي الروابط أو عروض الخاصة بالألعاب أو استطلاعات الرأي أو بعض العروض الأخرى أو عن طريق الألعاب. فهذا الموقع يوجد فيه عدة طرق للربح، والموقع رائع وكذلك الموقع معروف وترتيبه جيدا في ترتيب المواقع عالميا، كذلك الموقع الصادق ولا يوجد به أي مشاكل، أيضا لا يطلب منكم أي شروط أثناء السحب، فعندما تصلون إلى الحد الأدنى للسحب يمكنكم السحب من هذا الموقع، والموقع يمكنكم السحب منه عن طريق العملات الرقمية وغيرها من وسائل السحب الأخرى. لكن قبل الدخول إلى صلب الموضوع لا تنسوا دعم القناة، أيضا إذا كنت مشترك في القناة فلا تنسى تفعيل زر جرس الإشعارات لكي تتوصلوا بأي جديد على هذه القناة، كذلك لا تنسوا دعم قناتنا الثانية على اليوتيوب، سوف تجدوا الرابط قناتنا الثانية أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو الديسكريبشن. الآن سوف نبدأ على بركة الله. أولا تقمنا بالذهاب إلى الموقع، سوف أترك لكم رابط التسجيل في الموقع أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو الديسكريبشن. بعد أن نقر على الرابط يوجهكم لهذه الصفحة الخاصة بالموقع، كما ترون ترتيب الموقع 5000 عالميا وهذا يعتبر ترتيب جيد في المواقع. كما ترون هذه هي واجهة الموقع باللغة الإنجليزية. كل ما عليكم فعله هو الذهاب إلى ساين أب هنا للتسجيل في الموقع، ثم بعد ذلك تقومون هنا بإدخال اسم الخاص بكم أو أي اسم. هنا يمكنكم وضع الإيميل الخاص بكم، وأيضا هنا تقومون بإنشاء كلمة مرور يجب أن يكون فيها رموز وأرقام وحروف، وأيضا تقومون بإعادة كتابة كلمة المرور، ثم تقومون بالنقر هنا، ثم بعد ذلك تقمنا بالنقر على Sign Up Now لكي يتم فتح حساب في الموقع. وبعد ذلك قد تصلكم رسالة في البريد الإلكتروني لتفعيل الحساب، تقمنا بفتح تلك الرسالة ثم سوف تجدون رابط التفعيل، تقمنا بتفعيل الحساب إذا طلب منكم تفعيل الحساب عن طريق الجيميل. ثم كما ترون هناك أكثر من 12 مليون دولار بيد تم دفعها في هذا الموقع، فالموقع كبير جدا ومعروف كما ترون. بعد ذلك عندما تقوم بإنشاء حساب في الموقع تقوم بالنقر على لوجين لفتح الحساب الخاص بكم، تقوم هنا بإدخال الإيميل على هذا الشكل، ثم تقوم هنا بإدخال كلمة المرور أو الباسورد هكذا، بعد ذلك تقوم بتخطي الكابتشا هكذا، ثم تقوم بالنقر على لوجين. بعد ذلك كما ترون سوف يفتح معكم الحساب على الموقع، سوف تظهر معكم واجهة الموقع على هذا الشكل. فطبعا واجهة الموقع معقدة جدا لبعض المبتدئين، قد يواجهون صعوبة في استخدام الموقع، لكن ركزوا فقط على الأقسام التي سوف أشرحها الآن لكي لا تواجهون أي صعوبة في استخدام الموقع. أولا سوف تجدون هنا اليوزر نيم الخاص بكم والليفل أو المستوى الخاص بكم على الموقع، فكلما قمتم بالعمل على الموقع والسحب سوف يرتفع المستوى الخاص بكم، وكلما ارتفع المستوى سوف ترتفع عدد الأرباح الخاصة بكم على الموقع أو أسعار الخاصة بالإعلانات سوف ترتفع. بعد ذلك تقوم بالذهاب إلى هنا ثم الأكاونت سيتينج. طبعا في الأكاونت سيتينج يمكنكم تغيير كلمة المرور وأيضا إضافة البين كود للحساب الخاص بكم لحماية الحساب أكثر لكي لا يقوم أي شخص باختراق الحساب الخاص بكم. وهنا في البرومو كود يمكنكم الحصول على برومو كود من الموقع للحصول أيضا على بعض النقاط، وهنا يمكنكم التسجيل أو الاشتراك في الحساب الخاص بالموقع لكي عندما يكون هناك أي أخبار في الموقع سوف تصلكم إشعارات على الإيميل الخاص بكم، تقومون فقط بالنقر هنا هكذا ثم سوف يتم الاشتراك في الحساب. بعد ذلك هنا سوف يمكنكم أيضا التواصل أو الاشتراك في حساب التويتر الخاص بالموقع لكي تصلكم كل الأخبار والتحديثات الموجودة على الموقع. هنا في الهلب سوف تجدون جميع وسائل
الربح من الموقع كما ترون عن طريق الفوسيت أو عن طريق السيرفايس أو الأوفر، كذلك الواتش فيديو مشاهدة الفيديوهات والبي تي سي أدز مشاهدة الإعلانات، أيضا لعب الألعاب والحصول على نقاط، وكذلك عن طريق الريفيرال أو الإحالات وغيرها من طرق الربح من الموقع. هنا في الكريبتو بري سوف تجدون عدد الأسعار الخاصة بعملات الرقمية، كما ترون البيتكوين في المرتبة الأولى وبعده إيثيريوم وتيذر يو اس دي تي وغيرها من العملات الرقمية كما ترون. فالربح عن طريق الموقع هو عن طريق العملات الرقمية، والسحب أيضا عن طريق العملات الرقمية. أيضا هنا في الديلي سبين فوسيت، فهذا الفوسيت كل 12 ساعة سوف يتم إضافة الفوسيت هنا، يمكنكم النقر عليه وسوف تحصلون على بعض النقاط عندما تحصلون على هذا العدد من هذه الأعداد كما ترون. فمثلا على سبيل المثال إذا حصلتم على عدد ما بين 70,000 و 89,000 سوف تحصلون على 14 نقطة، وسوف يتم إضافتها هنا في الرصيد الخاص بكم هنا في الأعلى كما ترون، وسوف يكون الرصيد بالدولار وأيضا بعملة البيتكوين وهنا عدد النقاط التي لديكم. وبهذه الطريقة يمكنكم الربح عن طريق الفوسيت، فأنا قمت بالنقر على الفوسيت من قبل، لذلك سأنتظر 12 ساعة حتى يتم فتح فوسيت جديد على الموقع، فقد تقوم بالنقر هنا ثم سوف يتم الحصول على نقاط. هنا في البونيس سوف تجدون البونيس الذي حصلتم فيه على الموقع، وسوف تحصلون على بونيس أيضا عن طريق الموقع كما ترون مثل هذا البونيس، تقومون فقط بالنقر هنا كليم ريورد ثم سوف يتم الحصول على نقاط أيضا هنا على هذا الشكل مثلا، تقومون بالنقر ثم سوف يتم الحصول على 5 نقاط كما رأيتم، وسوف يتم إضافتها في الرصيد الخاص بكم هنا. فإذا قمنا بإعادة تشغيل الصفحة هكذا سوف ترتفع عدد النقاط كما ترون هنا هكذا. هذه أول طرق للربح من الموقع، وهناك طرق أخرى أهمها تقمنا فقط بالنقر هنا على إيرن كوين، فلا تركزون على الأقسام الأخرى لكي لا تجدون صعوبة في استخدام الموقع، فقط تقمنا بالذهاب إلى الإيرن كوين هنا ثم إلى رول ذا فوسيت، سوف تجدون هنا الفوسيت كما ذكرت كل 12 ساعة. أيضا في القسم الثاني فيو بي تي سي أدز، هنا يمكنكم مشاهدة الإعلانات وكسب نقاط كما ترون مثل هذا الإعلان لمدة 30 ثانية تحصلون على 25 نقطة، وهذا الإعلان لمدة 20 ثانية تحصلون على 24 نقطة. تقومون بمشاهدة كل هذه الإعلانات كل يوم، وكل ساعة سوف يتم إضافة إعلانات جديدة على الموقع، فقد تقومون بالنقر هنا لمشاهدة الإعلان هكذا، وبعد ذلك كما ترون تتركون الصفحة الخاصة بالإعلان على هذا الشكل، ثم كما ترون سوف يبدأ العد التنازلي هنا في الصفحة الخاصة بالموقع، تنتظرون حتى ينتهي العد التنازلي ولا تقومون بغلق الصفحة الخاصة بالإعلان حتى ينتهي العد التنازلي. بعد انتهاء العد التنازلي تقومون بغلق صفحة الإعلان، وبعد ذلك قد يظهر معكم الكابتشا على هذا الشكل كما ترون هنا، يقول لك لوك بوكس، تقومون باختيار الصندوق على هذا الشكل هكذا، ثم كما ترون سوف يتم الحصول على نقاط ويتم إضافتها هنا. بنفس الطريقة أيضا تقومون بمشاهدة إعلان آخر على هذا الشكل، تتركون الصفحة الخاصة بالإعلان لا تقومون بغلقها، وتنتظرون العد التنازلي هنا ثم يتم الحصول على نقاط. أما القسم رقم 3 Play the Multiplayer، هنا يمكنكم لعب الألعاب وحصول على نقاط، فهذا القسم غير متوفر في بعض الدول. أيضا هنا في Play Game يمكنكم لعب الألعاب والحصول على نقاط، فهذا القسم مربح جدا إذا كنتم تلعبون الألعاب كثيرا وتشاهدون الإعلانات، فقد تقومون بالنقر على ستارت هنا، ثم كما ترون في البداية سوف يكون الخط هنا 9%، عندما يصبح 100% سوف تحصلون على 10 نقاط إلى آخره، فهذا القسم غير محدود، يمكنكم الحصول على أرباح
كل وقت، فقط تقمنا باختيار أي لعبة على هذا الشكل ثم بلاي. بعد النقر على بلاي ومشاهدة الإعلان سوف ترتفع هذه النسبة هنا كما ترى، تنتظرون هنا حتى ينتهي الإعلان، وبعد النقر على بلاي سوف تشتغل معكم اللعبة كما ترون. هذه هي اللعبة، تقمنا باللعب ثم كما ترون ترتفع النسبة هنا. بعد ذلك تقمنا أيضا بلعب لعبة أخرى على هذا الشكل لكي ترتفع النسبة هنا بسرعة، ثم تنتظرون حتى ينتهي الإعلان على هذا الشكل كما ترون ترتفع النسبة هنا. أيضا تقمنا بالنقر على ستارت للعب ثم ترتفع النسبة هنا، وبهذه الطريقة تقمنا فقط الدخول إلى اللعبة وفتحها ثم ترتفع هذه النسبة. بعد الوصول إلى 100% سوف تحصلون على 10 نقاط وسوف يتم إضافتها إلى الرصيد الخاص بكم هنا، فهذا القسم غير محدود، يمكنكم اللعب والحصول على نقاط. وهنا في الريفر يوزر أيضا عن طريق الإحالات، كذلك في هنا في البرومو كود، إذا كان لديكم برومو كود تحصلون أيضا على نقاط كما ذكرت من قبل، وهذه هذا البرومو كود تحصلون عليه عندما تشتركون في الحساب الخاص بالموقع وفي تويتر الخاص بالموقع. سوف تصلكم بعض الأكواد الخاصة بالبرومو كود، تقومون بإدخالها هنا ثم النقر هنا وتحصلون على نقاط. فهذه هي الأقسام التي يمكنكم الربح منها، أو أيضا عن طريق الأوفر، تقومون فقط بالنقر هنا، فهذا أكثر قسم يمكنكم كسب منه أرباح عالية عن طريق الأوفر كما ترون، تقريبا 10,000 نقطة تساوي 1 دولار، أما 1,000 نقطة تساوي 1 سنت. فكما ترون مثل هذه اللعبة، عندما تقومون باللعب هذه اللعبة تحصلون على 157,000 نقطة، وهذا مبلغ محترم ومبلغ مرتفع كما ترون. فقط تقومون بالنقر على View Offer وتقرؤون الشروط الخاصة بهذه اللعبة كما ترون هنا، ثم تقومون بالنقر على Complete This Offer، ثم بعد ذلك كما ترون تجدون الرابط الخاص بالأوفر، تقومون بتنزيل اللعبة عن طريق هذا الرابط من جوجل بلاي ستور عن طريق الرابط، ثم تقومون بفتح اللعبة واللعب، وعند تحقيق الشروط الخاصة باللعبة تحصلون على عدد هذه النقاط يتم إضافتها تلقائيا إلى الحساب الخاص بكم هنا. وهناك الكثير من العروض كما ترون، مثل العروض الخاصة باستطلاعات الرأي، وهناك شركات مشهورة مثل CPX وبيت ليب وغيرها من الشركات كما ترون، أيضا أوفر تورو، فهذه كل شركات يمكنكم العمل عليها والحصول على أموال أو نقاط. مثلا شركة أوفر تورو تقومون بالنقر هكذا، ثم سوف تظهر معكم جميع الأوفر الموجودة في هذه الشركة، جميع الألعاب الخاصة بالأندرويد والآيو إس إلى آخره. فقط تقومون بالنقر على أي لعبة تريدونها وتحقيق الشروط، فكل لعبة لديها شروط، يجب أن تقومون بتحقيق تلك الشروط أو المستويات والحصول على تلك النقاط. وهذا أكثر قسم يمكنكم كسب منه أرباح عالية جدا إذا كنتم تلعبون هذه الألعاب وإنجاز هذه العروض. وهناك أيضا شركات أخرى كما ترون، فطرق الربح من هذا الموقع كثيرة ومتعددة، لكن دائما قوموا بالتركيز على هذا القسم والقسم الخاص بالأوفر. وإذا كنتم تعملون على الموقع كل يوم سوف تحصلون على أرباح جيدة في الموقع، وبهذه الطريقة يمكنكم الربح من موقع كونتي بلاي. أما الآن بالنسبة لطريقة السحب من الموقع، فقد تقمنا بالذهاب إلى هنا ثم إلى Withdraw Coin، هذا القسم، ثم سوف يحولكم إلى الصفحة الخاصة بالسحب. سوف تجدون هنا عدد النقاط التي لديكم، وهنا عدد النقاط بعملة الدولار وبعملة البيتكوين، فهنا يمكنكم اختيار وسيلة السحب. هناك السحب عن طريق البيتكوين أو الدوغ كوين والداش واللايت كوين،
يمكنكم السحب عن طريق محفظة الفوسيت بي أو البينونس وغيرها من المحافظ أيضا الباير. فمثلا نختار البيتكوين، تقوم كما ترون البيتكوين الحد الأدنى للسحب هو 50,000 نقطة، يعني تقريبا 5 دولار. تقومون هنا بإدخال المحفظة الخاصة بالبيتكوين ثم عدد النقاط التي تريدون سحبها، ثم تقومون بالنقر على ويدراو وسوف يتم السحب. فالسحب يصلكم خلال 24 ساعة أو أقل من 24 ساعة وكأقصى حد خلال 72 ساعة. إذا لم يصلكم السحب خلال 72 ساعة تنتظرون لمدة أسبوع. عندما لا يصلكم السحب خلال أسبوع تقومون بالنقر على Contact Use هنا للتواصل مع الدعم وسوف يتم إرسال الأموال الخاصة بكم، لكن غالبا السحب سوف يصلكم بدون أي مشاكل وبأسرع وقت ممكن أقل من 24 ساعة. أما إذا قمتم بسحب أكثر من 35 نقطة سوف يعطيكم الموقع 5% كفائدة عند سحب 35 نقطة وما فوق. أما بالنسبة للدوغ كوين الحد الأدنى للسحب 3 دولار، الداش أيضا 3 دولار، وكذلك اللايت كوين 3 دولار. فأنصحكم بالسحب عن طريق اللايت كوين أو الدوغ كوين أو الداش، لأن عمولة التحويل من الفوسيت بي إلى الباير ليست مرتفعة، أما في البيتكوين مرتفعة جدا لأن سعر البيتكوين مرتفع. بعد ذلك كما ذكرت تقوم بإدخال المحفظة الخاصة باللايت كوين والعدد النقاط التي تريدون سحبها ثم ويدراو. وبهذه الطريقة يمكنكم السحب من الموقع. بعد ذلك تقوم بالنقر على Payment History، سوف تجدون الهيستوري الخاص بالسحب وسوف تجدون هنا السحب الذي قمتم به. إذا تم معالجة الدفعة أو إذا تم دفعها سوف تجدون كل هنا كل شيء الخاص بالسحب هنا في هذا القسم. فأنا لم أقم بالسحب من قبل في الموقع لأنني ما زلت أستخدم الموقع وما زلت في بداية العمل على الموقع، لهذا أردت أن أشرح لكم هذا الموقع لكي يستفيد الكثير من المبتدئين وكذلك المحترفين من هذا الموقع. فالموقع صادق ويوجد له العديد من إثباتات السحب على اليوتيوب لمن أراد رؤية إثبات السحب من الموقع. فأنا شخصيا عندما أصل إلى الحد الأدنى للسحب وأسحب من الموقع سوف أرفع لكم فيديو آخر لإثبات السحب من الموقع. فبهذه الطريقة يمكنكم العمل على موقع كونتي بلاي والربح من هذا الموقع الرائع والمعروف، ولا يطلب منكم أي شروط أو أي إيداع أثناء السحب. أيضا يمكنكم الإيداع على الموقع لعمل إعلانات على الموقع. فباختصار هذه هي الأقسام التي يمكنكم كسب منها أرباح. أما بالنسبة للأوفر يمكنكم كسب أرباح جدا عالية إذا كنتم تعملون على قسم الخاص بالأوفر وول هنا. وسوف أترك لكم رابط التسجيل في الموقع أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو الديسكريبشن. وهكذا قد انهينا الشرح، ولمن لديه تعليق أو استفسار دعوة القدم سير الفيديو سوف أرد عليكم بسرعة وقت ممكن. في الأخير لا تنسوا دعمي سبيلنا على انستغرام وصفحتنا على فيسبوك وقناتنا الثانية على اليوتيوب، سوف تجدون كل الروابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف والديسكريبشن. في الأخير لا تنسوا لايك وشير للفيديو ودمتم في أمان الله.